برلمانيا أيضا أكد النائب سيد عدنان عبد الصمد أنه يجب طرح الاقتراح بقانون خاص بمزايا المحققين في الداخلية للتصويت في دور الانعقاد الحالي، بعد أن ردته الحكومة بسبب وجود رأي قانوني يرى أن عدم طرحه في هذا الدور يجعله يتطلب موافقة الثلثين أيضا في دور الانعقاد القادم. الخطورة وين تكمن؟ إذا لم يطرح هذا الموضوع في هذه الدورة هناك رأي قانوني، رأي صحيح، هناك رأي آخر، ولكن هناك رأي قانوني بأن إذا لم يطرح الموضوع في هذه الدورة في طرحه في الدورة القادمة أيضا يحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس. وبالتالي نبهت الأخوة إن ضروري الآن نطرح هذا الموضوع في هذه الدورة حتى إذا لم يحصل على الثلثين بالتالي يؤجل إلى الدورة القادمة، ونحتاج إلى أغلبية خاصة في الدورة القادمة. أما عدم طرحه فقد احتمال تتمسك الحكومة بأغلبية الثلثين حتى في الدورة القادمة.